أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامجكم تواصل دوت كوم. في عناوين هذه الحلقة سنكون في البداية مع احتجاجات المواطنين بسبب سوء خدمة الكهرباء في ظل درجة الحرارة المرتفعة، وتواصل التظاهرات التي ترفض استمرار الإهمال الحكومي لهذه المشكلة المتواصلة. في العنوان الثاني نذهب إلى المستشفيات العراقية، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة أيضا في فصل الصيف وكيف تنعكس بالسوء على المرضى. وختام أخبار هذا العدد ستكون مع الاحتجاجات، لكن هذه المرة بسبب واقع مياه الإسالة وملوحة المياه في عموم العراق، ومواطنون يعبرون عن استيائهم بوسائل وطرق مختلفة. أهلا بكم. بداية مع ملف الكهرباء، وفيها قطع شارع حي الحسين القديم بالإطارات بسبب سوء خدمة الكهرباء. نتابع. طبعا مشاهدينا، الاحتجاجات بتوسع وزيادة في أكثر من محافظة الآن، إلى مظاهرات شهدتها منطقة برمانة في محافظة ميسان للسبب ذاته انقطاع الكهرباء. نتابع. الآن إلى إحراق شارع في حي العمارات الجديدة بميسان بمحافظة المثنى، أيضا احتجاجا على حال الكهرباء. نتابع. الآن إلى متظاهر خرج في مظاهرة شارك بها عدد من المواطنين المستائين بسبب سوء الخدمة، خدمة الكهرباء. هذا المتظاهر يوجه بعض الأسئلة إلى من؟ إلى رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي. تعالوا نتعرف وإياكم على الأسئلة التي وجهها هذا المسن للعبادي. سؤال إلى السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة. السؤال: من الذي سرق مصرف الزوية؟ من الذي سرق مصرف الزوية؟ من الذي سرق فلوس النازحين؟ احترف جواد عبد العباس الأمارة بتاريخ 1/11/2015 بأنه كل ما يريد يعمل لصالح الشعب كتل سياسية منعه. واحترف أحمد عبد الحسين مدير الدائرة اللاقانونية في محافظة البصل إنها محفوظة، قال المقاولين اللي انتحروا فلوس باكل النصراوي. واحترف بصورة متلفزة الشيخ منصور التميمي، قال 33 ملف فساد إداري قدمت على ماجد النصراوي ولم تجري محاكمته. السؤال هو: إذا كانوا يدرون فهم شركاء، وإذا لم يدرون لن يعلموا بذلك، إذا غير مؤهلين لإدارة الدولة، عليهم أن يتبعوا لسانهم. وين كانت السؤال؟ الرجل الذي شاهدته مشاهدينا الكرام حاول أن يذكر العبادي بالعديد من ملفات الفساد، لا سيما وأن
العبادي يقول إنه قادم من أجل محاربة الفساد، وهذا الرجل يبين أن هذه الملفات كانت إحدى الأسباب بواقع العراق الحالي والمعاناة التي يشهدها العراق على صعيد ملفات متعددة، منها الصحة، الكهرباء ومياه الإسالة وغيرها من المشاكل المتراكمة والمتزاحمة والمستمرة. الآن إلى واقع معاناة المواطنين بسبب الكهرباء وبلسان مواطن جديد لكن من محافظة بابل، نتابع. السلام عليكم عمي سيدي الوزير الكهرباء، هاي رسالة من أهالي مجمع حطين السكن نصا ومن قلب الحدث. شوف باوع وكي ما بقى بيه وعلي خلصت الكهرباء خلال 24 ساعة ترجعها للمجمع. اسمع نخاف جماعة طلعوا هناك ما سووا شي، باوع أنا مخبل وعندنا شباب وكابير وأخوتهم شهداء ولسه جاي نصفون دم. ومحمد باوع نجيك لغاد الخضراء نحطك على شفاطي ونجي نشيعك من هنا. شوف خاف تقول ما قالوا عندنا شباب. اسمع هاي الملاحظ، شباب مجمع حاطين عمي ايش قد ما هم مؤدبين بس من تخبلوا تخبلون. احسن عمي رجع لك عمي متنا بناء عمودي عمارة 12 طابق وين تروح العرب؟ وين تروح؟ بكتن فلوس بكتن فلوس بكتن نفط ساعة تجار جارات ما ادري شنو وهاي العالم من فقره بس الفقر. الخدمات منين تجي؟ تجي من الكهرباء، الكهرباء طافيه شلون تصير الخدمات؟ مطفي الكهرباء علينا مضروب القلب يا مشرف. ولك ليش؟ ولك ليش؟ ولك ما خافوا علي؟ خاف عبالك انا خاف وك ما خافوا علي. هذاني من يطب قال ماكو؟ وك عندي طبله صارت فيها حساسيه ونايمه وما عندي فلوس اوديها للمستشفى. من ورا الكهرباء؟ وك من ورا الكهرباء اللي كلها تعالج واعطيها شراب في سبيل لنا وامها. أعنى الله المعدمين من أهلك يا عراق. إلى موضوع آخر، أحد المواطنين يضطر إلى إخراج مريضه من المستشفى بسبب قطع التيار الكهربائي، كما أن التكييف في المستشفى على حسب قوله يعمل في ردهاته ولكن بشكل مؤقت، ما يزيد من معاناة المرضى. نتابع لمزيد من التفاصيل التي يوضحها الرجل بلسانه. نتابع. السلام عليكم، هاي التبريد طافي طافي التبريد. هذا مريض جلطة مدد، مريضنا طلعناه منه لأنه مستشفى عطلات. جماعة من العزيزية مريضهم هم بجلطة، تبريد ماكو، الله شاهد. تبريد أكو؟ دعت شبابكم أكو تبريد؟ بالمناسبة شبابنا تبريد أكو بالممر ذاك، هل راح نمشي بالتواليتات؟ أكو مريضنا يعني تبريد اكو؟ الله عليك التبريد جلطه؟ التبريد هنا بالممر موجود، امانه الله هذا التبريد بالممر موجود، هذا التبريد امانه الله هذا التبريد موجود. لعلة الله على مرضعكم ومرضع احزابكم يا هتليه يا حرام. استمعتم الى شكوى هذا الرجل من قلب محروق، وكيف ان التكييف في بعض غرف المستشفى غير متوفر وفي الردهات أو الممرات متوفر ولكن بشكل مقنن. مشكلة من ومن الذي يستطيع أن يحلها؟ الإجابة عند الحكومة الحالية المهملة بحق وحقوق المواطنين كما يقولون. حال مستشفيات العراق متواصلون معكم بشأنهم ومشاهدينا الأعزاء، ونذهب إلى جديد من المواطنين الذين هم يعبرون عن استيائهم بسبب ظروف المستشفيات في ظل حرارة الصيف الحارقة. مرضى العراق بين ارتفاع حرارة الصيف وعجز المشافي أمام معاناتهم. نتابع. لتسجل هذه الحالة العجيبة والنادرة في الألفية الثالثة، إحداهم مرافقة لمريضة
تقوم بتهوين درجة الحرارة العالية على المريضة من خلال استخدام للأسف بعض الأواني من أجل يعني عمل تيار هوائي لإحدى المريضات، بينما المسؤولون وكما يقول كثيرون من المواطنين ينعمون بالمكيفات والمبردات والمراوح المتطورة والكهرباء غير المنقطعة أبداً، أما المواطنون فلهم ما شاهدتم من صور. إلى مواطنين غير الذين شاهدتم وإلى معاناة أخرى وهي معاناة ملوحة المياه، مواطنو قضاء أبو الخصيب خرجوا احتجاجاً على المياه المالحة، تعالوا نشاهدوا ماذا فعلوا. هكذا هو الواقع إذن مشاهدينا. إلى مواطنين غيرهم يخرجون أيضا رفضا للواقع المائي السيء الذي يزداد سوءه في العراق شرقا وغربا وشمالا وجنوبا للأسف. نتابع. يا شارع انفعالك يا هو سعد العيداري بنهار جبار العادي فترة الانتخابات وصل جامع الشهيد ما كمل كبس تقدم سعد العيداري ومن خصيب الخايس لو ما عنده محطات ما يسويه وجميع واحد راح وقعد ويا قبيلة العباس اللي رشح للانتخابات وفاسد ابن فاسد ابن فاسد لا عندنا مرجعية بيها خير لا عندنا ناس بيها خير بس ما عندنا بيها خير ما عندنا بيها خير الإمام علي الإمام علي حكم قارتين الإمام علي حكم قارتين ما حد كده نجوع. وبعد ما شاهدتم هناك من العراقيين من يقترح حلولا لهذه الإشكالات التي يعيشها العراق شرقا وغربا على امتداد الخريطة، ولكن أين من يطبق هذه الحلول أو أين من يقوم بتعديلها وتنفيذها من أجل تغيير الواقع وإنهاء المشاكل؟ للأسف لا حياة لمن تنادي، ولكنها سيدة عراقية قررت أن تنادي بملء فمها من البصرة وتلخص معاناة العراقيين من خلال اقتراح بعض الحلول. تعالوا نشاهد ما الذي اقترحته وقالته موجهة إياه إلى الحكومة الحالية. بما أنه إحنا على أساس حكم إسلامي ما لمسنا هذا الشيء بكل تصرفاتكم، ناس بديتوها ويانا بالكذب وراح تنهونها بالدمار، دمرتوا البلد، ماي مالح وكتل الزرع، الطحين سيال ما تقدر الناس تحب زين الكهرباء تربك لايت الله وامان الله زين عندنا مرضى يا ناس اجيت انت يا حفيدي مريض ها واناشدكم اذا عندكم مروءة وعندكم انسانية تنحوا عن الحكم خلي يجي غيركم كافي 15 سنة بديكم شنو سويتوا انا مرة ترى شيعية وانا ما منتمية لاي حزب ولا قبل منتمية للحزب ها فاللي اريده منكم بكرامتكم كل من مثل ما جيتوا بجنطه تطلعون بجنطه، انتوا طلعتوا المليارات لي قدام ضمنتوا اسمع ضمنتوا حياتكم انتوا اولادكم واحفادكم ماما عوف البلد الله يخليكم عوف البلد يا حيدر العبادي انت رجل ما تصلح لقياده البلد. وصلنا الآن وإياكم إلى فقرة آراءكم. في آراءكم نتعرض إلى حال رجل كبير في السن يأكل من حاوية القمامة وسط مدينة سماوة في محافظة المثنى. نشاهد المقطع الآتي ثم نقرأ عليكم تعليقات نشرت في فيسبوك وفيها آراء عينة من العراقيين تجاه هذه الحالة التي نشاهدها الآن معا. أنا
يزداد الواقع تدهورا يوما إثر الآخر، لكن أن يكون السوء على هذه الحالة في بلد الجود والكرم فتلكم الطامة الكبرى. أي والله. نذهب وإياكم الآن إلى التعليقات التي جاءت تعليقا على هذه القضية. برينس كراون تقول: لو شاء الله وعاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إلى الحياة، هل يرضى بهذا الوضع في مدينة غالبيتهم يدعون أنهم من شيعته ومحبيه ويخرجون بالألف للمسير في الأربعين وخدمة الزائرين؟ هل يقبل أمير المؤمنين أم لا؟ هذه الفتاة توجه كلامها إلى جمهور الشيعة، المكون الشيعي في العراق، وتقول لهم: هل لو كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه موجود بيننا ومقيم ويرى حال هذا الرجل الفقير المعدم الذي يتناول طعامه من عوادم القمامة للأسف، هل كان سيرضى عنكم وأنتم تشاهدونه بأم عيونكم جهارا نهارا؟ الإجابة لديهم طبعا. إلى التعليق التالي. في التعليق التالي أبو قصي يقول: انظروا لهذا الرجل المسن كيف يأكل من فضلات الطعام في القمامة، ونحن بلد على بحر من النفط، يوميا تسرق مئات آلاف من البراميل من النفط وتذهب إيراداتها وارداتها بيد سراق البلد، وهذا حال الشعب العراقي المسكين. شو وقت تصحى الضمائر ونخلص من الظلام؟ هذا الرجل يتحدث عن الثروات العراقية التي يواصل البعض جذبها أو يواصل جذبها إلى جيبه فقط ويحرم منها بقية العراقيين. لماذا لا ينظر أرباب النفط ومن يقومون على للأسف واقع النفط في البلاد، لماذا لا ينظرون إلى حال هذا الرجل والكثيرين ممن هم على شكلته؟ إلى تعليق آخر. في التعليق التالي نقرأ ما كتب محمد أبو النور. مهادي العامري يقول: ماكو فقر بالعراق، هذا الفقر شلون يصير برأيكم؟ محمد يريد أن يذكركم بأن هادي العامري الذي قال إنه لا يوجد فقر في العراق يقول لكم هذا نموذج، حاولوا أن تخبروا هادي العامري عن هذا النموذج وأنه صورة واحدة لعشرات أو مئات الصور للمعاناة العراقية. إلى تعليق آخر. في التعليق التالي أم زهراء تقول: هو شنو الجديد؟ أغلب الناس دون خط الفقر، حكومة ما تستحي. أم الزهراء تقول: إذا كان هذا الرجل المعدم يأكل من القمامة فإن في العراق كثيرين للأسف يعانون وهم تحت خط الفقر. إلى التعليق الأخير نذهب وإياكم الآن. التعليق الأخير كتبه عالمي حمزة، يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، بس فلوس الخمس وزكاة العتبات المقدسة تعيش العراق من شمال لأقصى جنوبه، وبين النفط واردات البلد أشو لا كهرباء ولا ماء، لا أمان لا تدريس لا جوعان شابع، وين تروح هاي المليارات؟ حالة من الوعي لدى الشارع العراقي ممزوجة بحالة من الإحباط بسبب قيام مجموعة بالاستئثار بالمشهد العراقي سياسة وأموالا ومقدرات وحرمان المعدمين من الكادحين والمقهورين من بسطاء الشعب العراقي من أدنى حقوقهم الإنسانية. هذه الحالة متوفرة في تعقيبات وتعليقات الجمهور العراقي عبر فيسبوك الذي بات مدركا وعارفا ومستيقنا أن هؤلاء لم يأتوا من أجل العراق ولا العراقيين، ولكن من أجل إشباع رغباتهم وملء جيوبهم، لا أكثر من ذلك ولا أقل. بعد قليل نذهب وإياكم إلى تويتر. خلال الساعات القليلة السابقة نشط عبر تويتر مشاهدينا الكرام هاشتاج شعر شعبي عراقي. من خلال هذا الهاشتاج قام بعض الكتاب من الهواة ومن الشعراء أيضا في العراق بتوثيق واقع وظروف معيشية أهل العراق من خلال الشعر الشعبي. نقرأ عليكم هذه التغريدات تبعا. في التغريدة الأولى نقرأ ما كتبه محمد، يقول: الحكومة انطت شعبها أرقام وارقام حتى يخابر ويشرح همومه، شعب خارج نطاق التغطية يعيش، إذن شو يسوي بأرقام الحكومة؟ محمد يتحدث عن الثروة العراقية التي يحرم منها العراقيون وكيف أن أرقام الحكومة التي هي في تضخم مستمر لا يعرف الشعب عنها أي حاجة للأسف. إلى التغريدة الثانية، وهي فقرة شعرية بالعامية الدارجة العراقية، كتبها أكرم قلقامش، يقول:
شكو غير الحزن بالوطن سايد، انظلمنا وما يشور بعد سايد، إذا ممشى الحكومة رونج سايد، إذا نشبع ردم صبح ومسية. أكرم يقول إذا كانت الحكومة تعيش عكس السير تسير في الاتجاه المخالف لرغبات الشعب، ما على الشعب إلا أن يندب حظه للأسف وحاله. صباح مساء للتغريدة التالية. في التغريدة الثالثة محمد الشيخ يكتب: شايب ينتظر ينطونه بيوت ويسولف على الرصيف يقضي يومه، خبر عاجل أجت كمية صابون استلمها وغسل إيده من الحكومة. محمد أيضا يتحدث عن واقع مرير حزين يعيشها العراقيون الذين باتوا على موعد فقط مع الكوبونة أو مع بعض المساعدات التي تصرف، وهم ما زالوا للأسف عارفين مدركين بأن الحكومة لا طائل منها ولا خير فيها، لذلك قرروا أن يغسلوا أيديهم من هذه الحكومة. إلى التغريدة الأخيرة. في التغريدة الأخيرة نقرأ الفقرة الشعرية المكتوبة بالدارجة العراقية وكتبها أيضا محمد الجاسر، يقول: أمي ماتت بالمفخخ والدمار، قلت مدفنها خل تشتم هوا، لأن كل يومين ثالثها انفجار، متان أبويا يموت ندفنهم سوا. محمد للأسف وضع يده على جرح عميق في خاصرة العراق، وهو ألم عدم الاستقرار الأمني، في وقت يقول بعض المسؤولين في الحكومة أن العراق يعيش حالة من الاستتباب الأمني، وهو ما يخالفه قول هذا الشاب في تغريدته. نسأل الله أن ينعم بالأمن على العراق وأن يسبغ بالأمن على عموم أوطاننا العربية والإسلامية. بعد الفاصل نذهب وإياكم إلى المقاطع المصورة، ابقوا معنا. اخترنا لكم في المقاطع المصورة والاجتناب مخاطرها نتعرف وإياكم أكثر على الحمى النزفية. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من تواصل.com. نلتقيكم على خير لاحقا، وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية. إلى اللقاء.